السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ احنا النهاردة بقى هنعمل حبيب الملايين في الشتاء. الشتاء دايما بيحبوا لها الحاجات دي الحلوة، زي محشي الكرنب، العدس، البليلة. فاحنا النهاردة هنعمل العدس. انا قاعدة بقشر الجزر اهو، ومحمود بيفصص الثوم. نعمل العدس النهاردة كده حلو، طريقة سهلة كمان عشان خاطر الميزانية كانت بعد يومين دول، فقلنا ايه نعمل عدس حلو وبيدفي كمان. نجهز بقى حاجتنا كده عشان خاطر نبدا نشوف هنعمل ايه. هنحط فيه جزر وكوسه، الكوسه بتبقى حلوه فيه كمان، وهنحط فيه كمان بصل وطماطم. اصحى معانا انت، ايه ماشي؟ نجهز بقى ونبدا نشتغل على طول دلوقتي. قفشت بطرمان السمنه بلدي عشان نحط في الاخر سمنه بلدي، جبته من فوق وانا نازله. صلى على النبي. نشوح بقى الحاجه الاول كده، تاني ميه العدس حلو كده. بسم الله. طب بتقعد تاكل؟ بياكل اهو، ده عتق. نقعد كل بدل ما انت واقف. بسم الله. حبة زيت يا حاجة علشان موزة يتغدى. اهو حبة زيت يا حاجة. حطي بقى كله، حطي بقى في كل حله كده كوستين ثلاثه مش هنكتر. بسم الله. قلب الحله كده على طول اهو. هات لي الثوم يا عم سيد. نعم. هات لي الثوم اللي انت رحت ما تقعد قدامك اهو. بسم الله. هنشوحها من الاول شويه قبل ما نحط الميه، بدي طعم حلو للعدس. نشوحهم شويه مع بعض كده بالعدس الكل. قولي يا محمود تعالى كوب انت عشان مش عارفه كوب. بشرب فيه ميه. ابعد ابعد طرف الحله، ابعد طرف الحله، طرف الحله فيك رب الارض. البصل والطماطم كفايه كده. نشوحهم شويه قبل ما نحط الميه. نحط بقى فيهم ايه؟ عايزين نحط فيهم جزر وطماطم. هات طماطم يا محمود، شقط لي طماطم من عندك وبصل. حيانك
ونشوحهم شويه. بصوا العدس بدأ يتغير، نحط الماء بقى ونسيبه يستوي براحته. ريح بالك اهو العدس الليلة يزيدوا يا رب تبارك تبارك وتزيدوا يا رب تبارك يا رب. أجمل بص الحركة دي، اوعى اوعى الشمبانية. أجمل شيء بخصبة في الدنيا. لا عليك يا عم بخ، بص البركة دي حركة دي مش اي حد يعملها. انا بس اللي ماسك الخرطوم نغطيه بقى ونسيبه يستوي براحته لحد ما نجهز بقى الحاجات الباقيه. سكرت العدس لسه مليانه غير الحله. الله عليك يا عم بخ، الله عليك وعلى العكس بتاعك يا عم بخ. بص بقى حاجة كده ألاقة في آخر من الآخر. بص يا عم بخ نزل يا ابني. بسم الله الرحمن الرحيم وهنبدا الليلة. يا لهوي ها؟ اتلسعت. وانت زهرة فيها كتير كده ليه؟ كده كده هنعصر كله على بعض. بس يلا. بسم الله الرحمن الرحيم وهنبدا الليلة. يلا ايه نجهز في الحل اتنين تانيين. I'm gonna go get some food.
ونسقيها كلها في طبق واحد. هي عليك يا عم بخ. الله الله صلى على النبي. حلوة قوي. بصوا حلوة قوي. سخنة قوي. احنا بس ايه نسلك اول واحدة دي لو ما فيهاش. جبتي العدس على ايدي بس المعلقة دي. المعلقة دي اقعد هناك على النار. عارف ليش انتوا خدتوا اخر حلة؟ كنت خد اول حلة معمولة. متضلوش. نار. في ايدك؟ نار يا عبد الجبار. ألسعك في ايدك؟ عزلة تقيل عايزة تخف؟ اه ناخد نحط كده كده نحط حبة مية شخطها للشعرية. الشعرية فيها نشا هتتقلها معانا. يلا. استنوا بقى كده. انا اديت لهم لك بالمعلقه. نصف بقى كله وبقى بالمعلقه هنا على مصفنا دول. بسم الله. بس كده بالصلاه على النبي. استنى يا ابني اما نلم دول. بسم الله نحمر الشعريه بقى. ادي حبه زيت. اه هات المعلقه. حط كمان حته سمنه بلدي. جبت البطران كله وانا نازله. هات المعلقه يا محمد. بلدي يا بلدي. محمد بقى الشعر. نار ولعة. هنحط حلة تانية دلوقتي جنبها. نار ولعة بس والله. بس كده. صلوا على النبي. الله عليك يا عم بخ. حط يا محمود. الله. اه الريحة. خرابة على السمنة وحلاوتها. حط. حط كمان حلتين. بسم الله. كمان حلة يا محمود. وفين الملح؟ موجود الملح. يعني نص حلة بس ما تكترش. لو تقدر نزود ميه بالحلة. يا حاجة. يا حاجة. في الخير. الله عليك. بس كفاية. حط بقى هنا الملح. بسم الله. شوية كمون. الله عليك يا مصطفى. اهو مصطفى جاب لنا مكعبات خضار. شوية كزبرة كمان. الله. شوية شطة. انت سألتك امبارح بتحطي كزبرة وتيجي مش هجيب كزبرة. ما اديش دي سر العدس. عايزك تقول لي على كزبرة خضرة. الله مكعبات الخضار اهي. بصوا مكعبات الخضار دي حلوة قوي. السخونية بقى. قال لي محمد. استنى اه يابا. خد يا مصطفى قلب عشان خاطر الخضار البهارات دي تدوب. بياخد غلوة واحدة بس يبقى كده بالصلاة على النبي. العدس والمجه هتدوب صح؟
كله هيدوب من السخونيه دلوقتي. خدت يا محمود معلقه سكر. سيبها بقى الجاهز بقى دي كمان، وبعد كده هنيجي وقت الغدا. كمون لا ما حطيش. ربنا حطيت ما شفتش. انا هعمل لك اذا كنت انت ما بتشوفش. قوم يا ابني عد بالعدس. انا كنت سريع يا هلا هلال عد حل العدس والطبق ده وخد بقى هنا. يلا ديك على فكره هتفضى يا جماعه. الانبوبه اصلا فضيت، فضيت الانبوبه، الانبوبه فضيت. استنى يا مصطفى كنت بتتسلى عليك يا عم بخ. يلا نزل يا ابني نزل، خلي بالك النار ما بتلسعش المؤمن ولا كنتاكي ولا كوكدور. امال ايه؟ على مهلك نزل في الارض زي ما هي. هتحلى بقى كمان، هتحلى من اللي وراك ده على اليمين اهي. ماشي يا محمد بعيد الشعريه، بس سيبها زي ما هي. غطيها بقى، غطيها عشان السخونيه تكمل فيها الشعريه. هات الغطش. لا 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 هات الحله اللي تحت دي عايزاها، حطها على النار. كده عايز ايه عبيط بس كده يا عم رمضان. اخر حله وكده خلصنا خلاص. اخر حله الحمد لله ان شاء الله يا جماعه. نشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده. اعملوا ولو بالقليل، ممكن تعملوا مثلا كيلو عدس 2 كيلو على قد مقدراتكم. انتوا جريتكم في التحدي تحت. خلصنا يا عم يا جدع، خلصنا خلصنا يا ابو. انا سبت العدس وجيت لك. خلصنا روح يا ابني، خلصنا يا ابني، روح يا ابني. انا مثبت مع مصطفى بس. خلصنا يا مصطفى. مصطفى خلصنا اخر شويه والله. خلصنا يعني احنا كده خلصنا، ما بيعبوا بقى خلاص. اشوفكم على خير ان شاء الله. خلصنا يا ابني بس. السلام عليكم. باي باي يا متابعين يا حلوين. اقفل يلا انهي الاغنية. يلا اغنية. يلا لا لا اقول له انا 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 والله الله متنقلة ولا ايه؟ شحبتوني والله. لا احنا هنا نقول لهم سلام عليكم وصلى على رسول الله. اهو هو يا محمود شكل العلبة هي فارغي فين، ومعلقة وال والعلبة اهي. هي دي الوجبة كده، بتروح للناس كده رغيفين عيش و... ومعلقة
والعدس جوه، اهم حاجه ان العدس جوه كيس جوه علبه بالظبط عشان ما يقعش يداول حد. ابو الافكار. ايوه فكره محمد ابو الافكار. بصوا عايز اقول لكم دماغه دي تتوزن. ايوه طبعا تتوزن وزن كده من كتر افكارها الجهنميه. ده انا اعمل لكم قالب وربنا يموتكم.